عمل شفيك يا أمي؟ ما فيني شيء. إلا فيك شيء، أنت متغير، وش فيك؟ قلت لك ما فيني شيء. حبيبي أنا أمك وعرفك زين، قول لي وش فيك؟ الحبة شافة عزوز برقبتي، حبة كبيرة. وش تقول؟ ما فهمت لك. ما فيني شيء. ادخلوا جوا، يلا، عندي موضوع مع عامر، يلا. وش فيك؟ يما طلعت لي حبة برقبتي تخوف، شكلها غريب. ورني أشوف. إيه بس بتعلمي لحد. لا. بس كذا؟ ومزعل نفسك وحاط لك قم، يا ما طلعت لنا حبوب وحنا صغار، ما صار شيء. روح للمستشفى والدكتور يعطيك مرهم وإن شاء الله بتروح. يعني عادي؟ عادي. طب من وش طلعت لي؟ متى يما؟ يمكن من الجو، من نوع الأكل اللي تاكله، الطبيب بيشرح لك إن شاء الله. أكيد. رحوم يلي مات بول شبابا. معليش بالغلط. مسوي بالغلط، ما تعرف بابنا من بابكم؟ اسف يا مي، ما نمت زين. يا عمري اللي تشكي ظروفك، اقول لا تسوي فيها دور المسكين ودزها. لا تحكمين على غيرك وانت ما تعرفين ظروف الناس. خلاص يكفي دراما، انقلع. يهو ايش في؟ صلوا على النبي، ايش اللي ساير؟ تعال شوف حل خويك. تعال يا عم. وي عامر، ايش هذا اللي في رقبتك؟ ايش حاطط؟ حطيت قم لان سمعت الدكتور يقول المفروض ما حد يلمسها. اذا انت كبرت الموضوع زياده حبيبي، لما حطيت القم انت على الحبه كده كتمتها وخليتها تعفن، حتى كمان راح تطلع لك حبه تانية موازيه لها في ذمتك. ايوه، يعني دحين انت لما تنام وتصحى راح تصحى تحصل حبه تانية في حلقك. أم عاد، أنا آسفة يا عامر إني ظلمتك. الله يشفيك، الله يشفيك.